السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيده بلقياكم من جديد متابعي قناه زينب المغير. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نحضر واحد الطرطه كجديده بزاف. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. ما تنساوش لكم تجدد تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد كل يوم. قدمنا لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهاد الطرطه غادي نحتاجو قاعده البسكوي، جوج حبات ديال البيض، غادي نحتاجو 60 غرام ديال السكر سنيده ولا السكر الخشن ما يعادل نصف كوب من العلبه، غادي نحتاجو 90 مليلتر من الزيت النباتية ما يعادل نصف كوب ديال العلبة، غادي نحتاجو كذلك 90 مليلتر من الحليب لي تيكون بحرارة الغرفة، كذلك نصف كوب ديال العلبة يعني 90 مليلتر، غادي نحتاجو كذلك جوج أكياس ولا معلقة كبيرة ديال الكاكاو مر بدون سكر، أنا عندي هنا جوج أكياس من فئة 7 غرام، ثم غادي نحتاجو كيس من خميرة الحلال من فئة 8 غرام، وغادي نحتاجو جوج اكواب ديال العنبه ديال الدقيق، ممكن اقل او اكثر على حسب نوعيه الدقيق، ما يعادل تقريبا واحد 200 غرام ديال الدقيق الابيض. هادو هما المكونات بالنسبه للقاعده ديال هاد الطرطه. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. بالنسبه للطريقه فهي يد سهله، اما بخلاط يدوي او لا بخلاط كهربائي. يعني في كاس ديال العصير كنوضعو جوج حبات ديال البيض، ثم غادي نضيف ليهم هنايا قياس ديال السكر. بسم الله نخلط هاد المكونات. غادي نضيف الزيت النباتية، هنا غادي نضيف الحليب. حنا كما كتلاحظوا خلطنا هاد المكونات كلها بشكل اللي هو عشوائي، لان الغرض ديالنا ماشي كيفية النفخ او لا، يعني المهم عندنا اننا نحصلوا على واحد القاعده اللي كيفضل البسكوي. ممكن طبيعه الحال يدير بسكوي، لكن انا كنفضل ديما الكيك اولا جينواز على حساب نتوما اللي بغيتوا. هنا غادي ناخذ المكونات اللي هي جافه، قلنا عندنا كاس ونص ديال الدقيق الابيض، غادي نضيف عليه كيف ما تلاحظوا معايا جوج اكياس ديال الكاكاو مر بدون سكر، اللي بغى يدير الكاكاو حلو يديرو، غير يرد البال ديما من الكمية ديال السكر، لكن ديما في الكيك أولا لي جينواز كنفضلو نخدمو بالكاكاو بدون سكر، حتى على حساب اللون تيعطي لون أحسن من الكاكاو العادي اللي كيكون حلو. غادي نضيف هنايا كيس من خميرة الحلويات، وغادي نضيف هاد المكونات هي جافه نخلطها، وغادي نضيفها الخليط السائل. انا كما كتلاحظوا معايا خلطنا المكونات هي جافه اللي هي عباره عن الدقيق الكاكاو ثم الخميره الكيماويه. غادي نجيو هنايا غادي ندوا على بركه الله نضيفوها ونغربل هاد المكونات، لان يعني كتعرفوا يعني الدقيق اولا الكاكاو تيبقى شويه في حبيبات، سنغربلو. هنا كما كتلاحظوا معايا غادي نبداو نضيفو المكونات هي جافه من بعد ما ضفناها مغربله للخليط، حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو الخليط ديال الكيك عادي. هذا هو الخليط كما كتلاحظوا اللي حصلت عليه. غادي ناخذ واحد القالب اللي مدهون بالزبده مرشوش بالدقيق الابيض، وغادي نفرغ فيه الخليط. هنا كما كتلاحظوا خديت واحد القالب اللي القطر ديالو 26 سنتيمتر، دهنته بالزبده ورشيتو بالطحين، وغادي نفرغ فيه الخليط بسم الله ديال الكيك. غادي ندخلو الفران يطيب، ما كياخذش وقت بزاف الطياب، واحد 20 حتى 30 دقيقه كيكون طاب، لان الخليط غير يعني المول القالب كبير والخليط ديال الكيك قليل، نستناو عليه حتى يطيب من تحت طبيعه الحال، قبل ما تنخرجوه كنشيرو عليه واحد دقيقه من الفوق ونطلقوه ان شاء الله. بالنسبه للطبقه الثانيه اللي غتكون عباره على واحد الكريمه اللي غادي نحتاجو ليها، 500 غرام من الياغورت او الزبادي بنكهه الفاني، غادي تحتاجو تقريبا 5 كيسان ديال الياغورت اللي الحجم ديالها 100 غرام 110 غرام، غادي نحتاجو هنايا 120 غرام، يعني جهد قياس كاس كبير ديال الماء، غادي نحتاجو ديال الحليب مجفف.
يعني كتعرفوا ان ديك الساشيه فيها 60 غرام تقريبا، حتى جوج ساشيات هنايا. المهم غادي تاخذوا كاس كبير ديال 250 مللتر، يعني كاس كبير ديال الماء، وتعمروه حتى للفن. هذا هو القياس اللي غادي نحتاجو. انا كيف قلت لكم تحتاجوا جوج كيسان، جوج ساشيات، لان الساشيه يمكن فيها 60 حتى 65 غرام، يعني تحتاجوا جوج ساشيات. انا عبرت هنا 120 غرام. الطريقه جد سهله. كناخذوا الياغورت تنضيفوا ليه الحليب المجفف، وتنخلطوا هذه المكونات مزيان اما في خلاط كهربائي اولا. انا غادي نستعمل هذا البرامي ميكسور، انا غادي نستعمل هذا البرامي ميكسور. ممكن اخواتي تخلطوه في الخلاط، يعني في الكاس فاش كنخلطوا العصير. بسم الله. هنا كما كتلاحظوا معايا خرجنا الكيك من الفران. كناخذوا داك الخليط ديال الكريمه، يعني داك الياغورت مع الحليب غبره، تنفرغوه فوق من الكيك وكنردوه فوق النار. يعني غادي نردوه للفران، العافيه كتكون غير من الفوق. ملي تخرجوا الكيك خليوا الفران محلول، النار كتكون كيف ما غتلاحظوا معايا غير من الفوق، حتى كتبان لنا الكريمه قطات راسها وتنخرجوه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج عندي هنا واحد 400 مللتر ديال عصير البرتقال. انا يا عصرت 4 حبات ديال البرتقال، والتتمة يعني كملت 400 مللتر بكاس ديال الماء. يعني بمشي تقدروا تحتاجوا كاس كامل، تقدروا تحتاجوا نص كاس على حسب الماء اللي كاين في البرتقال. غادي نحتاج جوج اكياس من الفرون ديال الفاني. هاد الفرون هذا الكبير كيكون ديجا حلو، يعني كيكون فيه السكر، لا داعي انني نضيف السكر. غادي ناخذ هاد جوج ديال لي فرون، غادي نضيفهم العصير ديال البرتقال، نحرك وغادي نضم فوق النار حتى وكان يغلى. هنا كيف كنفرغوا داك المحتوى ديال الفلون، كنخلط هاد المكونات وغادي نوضعها فوق النار حتى وكان تغلى. هنا كيف قلنا كنبقاو نخلطوا يعني مع التحريك المستمر، ما نوقفوش حتى وكان تيغلي الخليط، وغادي نزولوا من فوق النار وغادي نضيفوا الطرطه اللي خرجتها من الفران. هنا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما فرغنا ديك الكريمه درناها في الفران باش يكون سخون، كنشعلوا عليه غير من الفوق حتى وكان تتقبض راسها ما تتحمرش، ونخرجوها. غادي نفرغ عليها دابا الخليط اللي صايبت بالفلون ديال البرتقال، يعني اللي خلط البرتقال مع الفلون. صافي، غادي ندخلها للثلاجه حتى وكان تتبرد مزيان، تنزينوها حسب الذوق ونقدموها بالصحه والراحه. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي الطورطه ديالنا من بعد ما بدات كتجمد ديك الطبقه الفوقانيه، كنخليوها كتبرد مزيان وتنقدموها. انا زينتها بالقليل من الفواكه اللي هي عباره على فريز وشويه ديال الكيوي وشويه هذا الشوكولاته بيض حكيتو، يعني كيبقى تزين حسب كل سيده، كتجي لذيذه ومنعشه بزاف هذه. وكيتها كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي قطعت لكم واحد المرصو باش تشوفوا كيف تجي، كتجي قاطه راسها، وهذيك الكريمه الوسطانيه راها لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. لكم مني اجمل تحيه الى حلقه قبيله بحول الله.